محتال يعيش بطرف من أموال محرز. عارضة أزياء تقود نيمار إلى نابولي، ومانشستر يونايتد يتعاقد مع مزور. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. لدى استخدامنا للبطاقة الائتمانية تصلنا رسالة من البنك تفيد بخصم مبلغ معين، لكن الجزائري رياض محرز انتبه لتلك الرسالة بعد 5 أسابيع من تعرض حسابه للاحتيال. وقام المحتال في تلك المدة القصيرة بصرف نحو 180,000 باوند على حفلات في جزيرة إيبيزا الإسبانية وشراء ملابس فخمة من أغلى الماركات. لكن قد يعذر شخص ما رياض محرز إذا علم أن راتب أسبوع واحد فقط يتخطى المبلغ المسروق من حسابه. ربما تكون إصابة نيمار في الليلة الماضية نعمة على لاعب باريس سان جيرمان، وتتيح له فرصة السفر نحو مدينة نابولي الإيطالية للقاء العارضة كيارا ناستي، حيث لاحظ متابعو اللاعب البرازيلي على موقع إنستغرام إعجابه بكل صور كيارا على صفحتها الخاصة. وتعمل الشابة الإيطالية كعارضة أزياء لماركة أرماني. هذه المستجدات في حياة نيمار تأتي بعد انفصاله عن صديقته السابقة ناتاليا باروليتش. شهدت مباراة بورتو ومضيفه براكا حادثة طريفة ومخيفة في الوقت نفسه، حيث تعرض لاعب براكا كارمو لإصابة بالغة استدعت دخول سيارة الإسعاف لأرضية الملعب بغرض نقله إلى المستشفى. وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان، سيارة الإسعاف تعلق فوق عشب الملعب ليقوم لاعبو الفريقين بدفعها إلى غاية خروجها من الأرضية العشبية والتحاق زميلهم كارمو بالمستشفى للعلاج. تفاجأ مسؤول مانشستر يونايتد الإنجليزي بتغريم نجمهم الشاب والمنتقل حديثا إلى الفريق أمادا ديالو بمبلغ 42,000 باوند من طرف السلطات الإيطالية. والسبب هو استخدام ديالو لوثائق مزورة للسفر من بلده كوت ديفوار نحو أوروبا قبل 6 سنوات بغرض الهجرة. كما اعترف شقيقه الذي يلعب لنادي ساسولو الإيطالي بتزوير المستندات لتجنب توقيفه عن اللعب.